السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير. كثير من السادة الأساتذة والزملاء راسلوني وطلبوا مني إنشاء فيديو عن كيفية وضع درس أو مقرر أو محاضرة على منصة مودل التعليمية، وذلك بواسطة الهاتف النقال. اليوم سأعطيكم حلا مبسطا وطريقة سهلة لكيفية إنشاء محاضرة أو درس أو مقرر بواسطة الهاتف النقال. أذهب للمتصفح. نكتب الجامعة مثلا، نختار الجامعة التي ننتمي إليها، ثم نذهب إلى موقع المودل الذي نريده. بعد ما ندخل للموقع الإلكتروني للمنصة التعليمية مودل، نضع اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم نضغط على زر الدخول. فيمكننا الآن أن ننشئ درسا أو محاضرة انطلاقا من هذا الهاتف النقال. وهناك طريقة أسهل. ما هي؟ هي أنك تضغط على ثلاث نقاط هذو، ثم تضغط على الموقع الإلكتروني المخصص بحيث يتحول الهاتف وكأنك تشتغل على الكمبيوتر. طريقة سهلة. إذن بعد ما دخلنا وحولنا المتصفح وكاننا على الكمبيوتر، نضغط ثلاثة نقاط هذو ونذهب إلى الأسفل في إدارة الموقع، ثم نروح لأضف حرر المقررات الدراسية، نضغط عليها، ثم نختار أي الكلية التي نريد أن ننشئ فيها مقررا دراسيا. مثلا نختار هذه الكلية، ثم القسم المختار، ثم هنا تأتينا كلمة إنشاء مقرر جديد. نضغط على إنشاء مقرر جديد فتأتينا هذه الصفحة، من خلالها نملأ البيانات بحيث علامة التعجب الحمراء هي يجب أن تملأ إجباريا. إذا هنا اسم المقرر الدراسي كاملا، مثلا وليكن مثلا نسموه دروس أو درس في المالية العامة. اسم المقرر المختصر درس ميم عين، مثلا واحد. صنف المقرر الدراسي، هنا يمكن أن تضغط على هذا التصنيف وتختار أن تغير الدرس أو المقرر في مستوى آخر أو في كلية أخرى. ثم نختار تاريخ بدء الدرس وتاريخ انتهائه، ومن الأحسن لا نفعل تمكين انتهاء المقرر، نخلو رقم المقرر. هنا في الوصف نضع ملخصا حول المقرر، مثلا دروس أو درس أو دروس
مخصصة لمستوى الليسانس، مثلا الثناء السنة الأولى، السداسي، الأول. بعد ما نكتب الوصف، نستطيع أن نضع صورة لهذا المقر. نختار الملف من الهاتف النقال، وليكون مثلا هذه الصورة. نضغط نعم، ثم نضغط على حمل هذا الملف. يقوم بتحميل الملف. إذا وضعنا الصورة، مع ضرورة أن تكون الصورة من أحد هذه الصيغ. تنسيق المقرر الدراسي، ما هي المواضيع، ما هي التنسيقات، ما هي الأجزاء، خلوها كما هي. المظهر، يعني تختار لغة التواصل، هنا تكون عربية، إنجليزية، فرنسية، وعدم إجبار المتلقي بلغة معينة. عدد الإعلانات تختار، كذلك درجات الطلاب، هل تعرض الدرجات أو لا، أو التقارير، خلوها كما هي. ملفات التحميل، نغير في الحجم الأقصى للتحميل، إن تلقائيا موضوع 5 ميجا بايت، فنضغط عليها ونختار أعلى قيمة وهي 500 ميجا بايت. نبقي على العناصر المتبقية تلقائيا، ونضغط على حفظ ومعاينة. إذن الآن قد أنشأنا درسا سميناه المالية العامة. بعد ما أنشأنا الدرس اللي سميناه المالية العامة، نضغط على هذا الترس، ونضغط على زر تشغيل التحرير لنقوم بوضع المحتوى داخل هذا الدرس أو المقرر. مثلا عندنا هنا 5 مواضيع، تستطيع أن تضع مقدمة في الموضوع الأول، الموضوع الثاني الأهداف، الموضوع الثالث مثلا المحتوى، الموضوع الرابع مثلا المراجع، الموضوع الخامس مثلا التقييم. إذن على سبيل المثال، الموضوع الأول نضع فيه مقدمة. كيف نضع فيه المقدمة أو محاضرة معينة؟ نضغط على أضف نشاطا مريدا، ثم نختار صفحة نختار صفحة نضغط أضف، وهنا الصفحة الجديدة نسميها مثلا مقدم. كذلك نضع وصفا لهذه المقدمة، ولتكن مقدمة حول مقياس المالية العامة. نضغط على أعرض هذا الوصف، ثم محتوى الصفحة. كذلك نضع مثلا الوصف إجباري، تضع الوصف مثلا تتناول
المقدمة العناصر التالية أو نتناول في المقدمة العناصر التالية، ثم نضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. إذن هنا أنشأنا المقدمة وبسيطة. مثلا إذا نريد أن نضيف ملفا بصيغة PDF موضوع الثاني، نفس الشيء نضغط على أضيف نشاطا أو موردا، ثم نذهب إلى نضغط على الملف، أضيف هذا الملف، نسمي هذا الموضوع باسم مثلا المحور الأول، مثلا أساسيات أساسيات قانون مالية، نضع الوصفا لهذا المحور هنا، ثم نضغط على أضيف. مثلا وصف في المحور هو نتناول قانون المالية مثلا لسنة 2021. أعرض الوصف على صفحة المقرر، ثم نقوم بإضافة هذا الملف بصيغة معينة، أو وورد أو PDF أو غيره. مثلا نضغط نختار الملف، نختار الملف، ثم نضغط على الملف بعد ما نختاره من الهاتف النقال، ثم نضغط على حمل هذا الملف، فنقوم بتحميل الملف. تم تحميل الملف، نبقي على هذه الإعدادات. ممكن فقط أن نتقيد دخول الطلبة بإضافة شرط من الشروط أو كلمة مرور معينة، ثم تضغط على حفظ والعودة إلى المقر. إذن كما ترون هنا قد أضفنا موضوعا ثانيا، هو المحور الأول أساسية قانون مالية. فقط نغير هنا الموضوع، أو سمينا المقدم مثلا، نعيد تسمية بالمقدمة، ثم نضغط على Entry. إذن تحولت إلى مقدمة. الموضوع الثاني كذلك نعيد تسميته بمثلا المحور الأول، ثم نضغط على Entry. إذن قد سميناه المحور الثاني. المحور الثالث مثلا نفس الشيء، نسميه مثلا الأهداف. ثم نضغط على Entry. الموضوع الرابع مثلا المراجع. الموضوع الرابع مثلا المراجع. الموضوع الخامس مثلا التقييم أو اختبارات أو اختبار. ثم Entry. إذن وهنا نكون قد أنشأنا مقررا دراسيا في منصة مودل بطريقة سهلة على الهاتف النقال. يعني كثير من الزملاء اشتكوا صعوبة إنشاء مقررات دراسية ومحاضرات عبر الهاتف النقال، يعني دون العودة إلى الكمبيوتر
ولأن الهاتف النقال دائما محمول معي في كل وقت، نقدر نغير، نقدر نطلع، نقدر نتصل بالطلبة، نتفاعل مع الطلبة يتفاعلوا معايا إلى غير ذلك. إذن هكذا قد أنشأنا مقررا دراسيا في منصة مودل. في الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة على الجميع، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.